حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. أخبار اليوم: رئيس الوزراء يكشف عن قيام بنوك تجارية بتهريب العملة الصعبة للميليشيات. 26 سبتمبر، قادة ميليشيا الحوثي يسيطرون على مقابر في محافظة إب. والمصدر أونلاين: مقترحات جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن. ومن القدس: تنظيم إرهابي يهدد مهاجم نادي برشلونة الإسباني. أهلا بكم. واصلت ميليشيا صالح والحوثي الإنقلابية في محافظة إب السطو المسلحة على الأراضي العامة بما فيها أراضي الأوقاف والمقابر. وأكدت مصادر محلية في مدينة إب سبتمبر نت أن استمرار الميليشيا الإنقلابية في السطو المسلح على الأراضي العامة خصوصا أراضي الأوقاف ومقابر الموتى لصالح متنفذيها ومشرفيها. المصادر قالت إن مواصلة الميليشيا الإنقلابية عملية نهب الأراضي يأتي بالتزامن مع استيلائها على إدارة الشؤون القانونية بمكتب الأوقاف من خلال تعيينها أحد أتباعها في منصب مدير الأوقاف لشرعنة عملية النهب والسطو. وبحسب ما ذكرت المصادر فإن الميليشيا الإنقلابية سطت مطلع الأسبوع الجاري على مقبرتين جديدتين في قريتي الراعية وجوبلة بمديرية المشنة، وشرعت في إنشاء وبناء منشآت ومبان خاصة. وطبقا لما أكدته المصادر فإنهم شاهدوا قبورا للموتى وبقايا هياكل عظمية في أماكن البناء أثارت استياء وغضب السكان الذين قاموا بالتجمع والاعتراض على عملية السطو والبناء الذي تنفذه الميليشيا الإنقلابية. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم، منها: بندار يكشف عن قيام بنكين تجاريين بتهريب العملة الصعبة للإنقلابيين من عدن. ومن العاصمة المؤقتة أيضا: كهرباء عدن انفراج وشيك لأزمة وقود محطات الطاقة خلال الساعات القادمة. وميدانيا من تعز: الميليشيا تعزز قواتها باتجاه معسكر خالد والصلو، ومواجهات في محيط معسكر اللواء والمطار اللواء 35 والمطار والسيار. وعن حالة السجناء في عدن: 25 حالة إغماء في اليوم الخامس لإضراب المعتقلين في سجن بير أحمد. مؤلف كتاب مستقبل القوة والأستاذ في جامعة هارفورد جوزيف الإبن كتب مقالا مطولا عن المخاطر التي تحيط العالم في حال سمح بتفكك الدول، وأضاف في مقاله المعاد نشره في الخليج تحت عنوان: من ينفصل وأين ومتى؟ الواقع أن التصويت لا يحل دائما مشاكل تقرير المصير، فأولا هناك مسألة تحديد مكان التصويت. لقد تبين لنا أن تقرير المصير مبدأ أخلاقي غامض، ويبدو أن الرئيس الأمريكي ويلسون الذي وضع مبدأ تقرير المصير الوطني ذاتيا على الأجندة الدولية في عام 1918 تصور أنه كفيل بجلب الاستقرار إلى أوروبا الوسطى، ولكن ما حدث بدلا من ذلك هو أن هتلر استغل ذلك المبدأ لتقويض الدول الجديدة الهشة في المنطقة في ثلاثينيات القرن العشرين، ويظل الدرس صالحا اليوم. إن أقل من 10% من دول العالم متجانسة سكانيا، وهذا يعني أن التعامل مع تقرير المصير باعتباره مبدأ أخلاقيا أوليا وليس ثانويا ربما ترتب عليه عواقب كارثية في العديد من أجزاء العالم. والواقع أن المجموعات العرقية المعادية تكون غالبا مختلطة ولا يمكن فصلها بدقة، وهذا يجعل التقسيم صعبا كما اكتشفت الهند في عام 1947. ولعل هذا هو السبب وراء قبول عدد ضئيل فقط من الدول الجديدة في عضوية الأمم المتحدة هذا القرن. على سبيل المثال، بعد انفصالها عن السودان استمرت الاضطرابات العرقية داخل دولة جنوب السودان دون انقطاع عملي. إن أفضل أمل للمستقبل هو أن نسأل عن المصير المطلوب تقريره ومن سيقرره في الحالات حيث تتعايش المجموعات في دولة واحدة بصعوبة. ربما يمكن السماح بدرجة من الحكم الذاتي في تقرير الشؤون الداخلية،
وتوفر دول مثل سويسرا أو بلجيكا قدراً كبيراً من الاستقلالية السياسية الثقافية والاقتصادية والسياسية لمجموعاتها التأسيسية. ومن العناوين الواردة في موقع المشاهد نت: قيادة المنطقة العسكرية الرابعة توجه قائد لواء 35 بخصوص عادل عبدو فارع. وقال الموقع استنادا إلى مصادر عسكرية تحدثت للمراسل إن قائد المنطقة العسكرية الرابعة أصدر توجيهاته إلى قائد اللواء 35 مدرع بتعز بتوقيف العقيد عادل عبدو فارع عثمان الضبحاني المكنى بأبو العباس واستلام منه كافة العهد من الأسلحة. وقال الموقع يأتي ذلك بعد ساعات من إدراج عادل عبدو فارع من قبل رئاسة أمن الدولة السعودي في قائمة مع 13 شخصا آخرين ومؤسستين في قائمة الداعمين والممولين للتمويلات للتنظيمات الإرهابية. يتابع المشاهد نت: ولم يصدر حتى الآن أي بيان من مكتب أبو العباس حول الرد على إدراجه في القائمة التي تمول الإرهاب. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: ولد الشيخ يقدم مقترحات لبناء الثقة بين أطراف النزاع في اليمن تمهيدا لوقف العنف. وقال الموقع إن المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قدم مقترحات لوقف العنف في اليمن عقب اختتام زيارته للعاصمة السعودية الرياض والتي التقى فيها عددا من المسؤولين اليمنيين والسعوديين والإقليميين. وبحسب بيان صحفي صادر عنه فإن المقترحات تتضمن خطوات من شأنها أن تتناول حاجات اليمنيين الإنسانية الطارئة وتقدم تدابير لبناء الثقة. وقال إننا ننظر حاليا في خطوات يمكن أن يتخذها كل طرف لاستعادة الثقة والمضي قدما للتوصل إلى تسوية تفاوضية قابلة للاستمرار. وأضاف: تقوم هذه الخطوات على ثلاث ركائز وهي إعادة العمل باتفاق وقف العمليات العدائية وتطبيق تدابير محددة لبناء الثقة من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل. أكتب كتابا عن الحرب وأنا لم أستسغ يوما قراءة مثل هذه الكتب على الرغم أنه في طفولتي ومراهقتي كان هذا النوع من الكتب أثيرا على قلب جميع أبناء عمري وبناته. هكذا بدأت الروائية الحائزة على نوبل للآداب في 2015 وصاحبة كتاب ليس للحرب وجه امرأة سفيتلانا أليكسيفيتش مقالها المعاد نشره وترجمته في صحيفة الحياة. وتضيف الكاتبة: قرأت أخيرا أن المعمورة عرفت أكثر من 3000 حرب والكتب التي تدور على هذه الحروب تفوقها عددا، ولكن كل ما بلغنا عن الحرب رواه رجال ونحن أسرى صور مذكرة وأحساس مذكر بالحرب وكلمات مذكرة في وقت أن النساء يلجأن إلى الصمت وإذا غامرن بالكلام لا يروين حربهن بل حرب الآخرين فيتبنين لغة ليست من بناتهن ويلتزمن النموذج المذكر الثابت ولا ينبسن ببنت شفة إلا في منازلهن أو حين الاجتماع برفيقات الجبهة القديمات وبعد ذرف الدموع يروين حربا تهز قلب المستمع وتصيبه بالوهن فيعم السكون روحه وانتباهه مشدوه ليس ما يسمعه حوادث بعيدة ومنقضية بل علما وفهما للكائن البشري الحاجة إليه لا تنضب فالقلب البشري ليس على هذا القدر من القوة وليس عصيا على ما نحسب وهو يحتاج إلى سند ومرويات النساء لا تشتمل على ما يروى على الدوام وما لم يعد يستوقف الأذن ولا يشد الانتباه أي الوقوف عند بطولات بعض الناس حين قتلوا غيرهم أو حين هزموهم أو حين خسروا فسرديات النساء هي من طينة أخرى ومدارها على مسائر أخرى فحرب الأنثى لها ألوانها وروائحها وأضواؤها وحيز مشاعرها الخاص وكلماتها والسؤال يبرز لماذا بعد انتزاع مكانتهن في عالم كان حكرا على الرجال لم تدافع النسوة عن تاريخهن أو قصتهن ولا عن كلماتهن ومشاعرهن عالم برمته أخذ منا هو قارة النساء القصية والمنعزلة ولكن ما الذي يحول دون ولوجها والتوجه إليها والاستماع لها من جهة جدار صفيق مقاومة ذكرية
أصفها من غير تردد بمؤامرة سرية نسجها رجال. فالرجل على نحو ما يقال يعيش من أجل الحرب والحديث عنها، ونحسب أننا نعرف عن الحرب كل شيء. نطالع في صحيفة الأيام عنوانا بارزا: وصول أكثر من 70,000 مسافر لمطار سيئون الدولي. وقالت الصحيفة: وصل عدد المسافرين من وإلى مطار سيئون الدولي أكثر من 70,000 مسافر خلال فترة 9 أشهر الفائتة من العام الجاري. وصرح للأيام مهندس طيران حسن فرج الكثيري مدير عام مطار سيئون الدولي أن عدد الرحلات 648 رحلة خلال نفس الفترة من وإلى سيئون. تضيف الصحيفة أن الرحلات كانت قادمة أو في طريقها إلى مطارات القاهرة والعاصمة الأردنية عمان والخرطوم ونيروبي وجدة، وهو الخط الذي بدأت الرحلات إليه من مطار سيئون منذ سبتمبر، ويشهد المطار حركة سفر من كافة أنحاء البلاد. في عنوان بارز ورد في موقع يمن مونيتور: كرمان تطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة بالبيئة. وقال الموقع نقلا عن وكالات إخبارية دولية أن الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان اقترحت في هندوراس إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مدراء الشركات متعددة الجنسيات التي تسبب بضرر للبيئة. وقدمت كرمان الاقتراح في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، والذي وصفته منظمة العفو الدولية العام الماضي بأنه مع غواتيمالا كأخطر بلدين في العالم بالنسبة إلى الناشطين البيئيين. وقالت كرمان: يجب إنشاء محكمة دولية يمكن أن تعاقب كل هذه الشركات متعددة الجنسيات التي تدمر البيئة وتساهم في التغيير المناخي. وتحدثت كرمان خلال مؤتمر صحفي مع الإيرانية شيرين عبادي التي سبقتها إلى الفوز بجائزة نوبل للسلام عام 2003. وتنشط كرمان وعبادي في إطار مبادرة نساء نوبل من أجل جمع معلومات مباشرة عن العنف المستمر ضد النساء المدافعات عن الأرض في هندوراس وغواتيمالا. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وفي الشأن اليمني عنونت شبكة البي بي سي: عقوبات أمريكية خليجية تستهدف القاعدة والدولة في اليمن. وقالت البي بي سي إن الولايات المتحدة وست دول خليجية فرضت عقوبات مالية على أفراد وكيانات يشتبه في صلتها بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في اليمن. واستهدفت العقوبات المالية 11 فردا بينهم رضوان قنان مسؤول التمويل بتنظيم الدولة الإسلامية، ونشوان العدني أبو سليمان الذي تفيد تقارير بأنه مسؤول الاغتيالات بالتنظيم. وتهدف العقوبات إلى منع التحويلات المالية مع هؤلاء الأفراد، وذلك في محاولة لتجفيف منابع تمويل العمليات التي ينفذها التنظيمان. وبموجب العقوبات يحظر إجراء أي تعامل مالي مع الأفراد المعينين أو المعنيين. وقبل ساعات من إعلان العقوبات أفاد تقرير بوجود تحرك لمصادرة أصول هؤلاء الأفراد في منطقة الخليج، ويأتي هذا في إطار جهود أشمل للقضاء على مصادر تمويل الشبكات المتطرفة. قالت هيومن رايتس ووت في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني ونقلته صحيفة العرب الجديد إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن. وبحسب البيان فإن عددا من أقارب المحتجزين بشكل غير رسمي في بئر أحمد، وهو معسكر للجيش تسيطر عليه قوات مسلحة تدعى الحزام الأمني، ذكروا أن أقاربهم بدأوا إضرابا عن الطعام في يوم 21 من الشهر الجاري حتى نيل حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: لا ينبغي للمحتجزين أن يرفضوا الطعام لكي يعاملوا معاملة إنسانية دون إساءة، وعلى الإمارات ووكلائها اليمنيين التوقف عن إنكار المسؤولية عن سوء المعاملة والتحقيق في الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها. وطالبت المنظمة الحقوقية أطراف الحرب في اليمن بمعاملة المحتجزين معاملة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا وضمان تواصلهم مع المحامين وأسر وأفراد أسرهم. وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في بئر أحمد أن مدير السجن غسان العقربي دعا المحتجزين إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، وهدد بنقلهم إلى مرفق احتجاز غير رسمي آخر بعد 3 أيام من بدء الإضراب. تحت رئاسة ترامب أمريكا تستسلم، هذا هو عنوان مقال نشرته افتتاحية نيويورك تايمز وأعيد نشره في صحيفة الغد. لطالما كافح الأمريكيون مع التساؤل عما إذا كان يجب على هذا البلد أن يكون منخرطاً أكثر أو أقل في شؤون العالم، وما يزال التنافس في الأفكار بين الأمميين والإنعزاليين على أشده، بشكل خاص في صفوف الجمهوريين الذين يعودون وراءً إلى ثيودور روزفلت وويليام هوارد تافت وصولاً إلى الحرب العالمية الثانية. ولكن منذ وضعت تلك الحروب أوزارها، ومهما كانت الاختلافات في أولوياتهم ونقاط تأييدهم، فقد اختار كل رئيس الانخراط بدلاً من التراجع، وأحياناً بنتائج مفاجئة وإيجابية. فقد أقام ريتشارد نيكسون علاقات مع الصين الشيوعية، وبعد أن أرسل رونالد ريغان الاتحاد السوفيتي إلى كومة رماد التاريخ، مضى إلى التفاوض على معاهدات السيطرة على التسلح مع ميخائيل غورباتشيوف. وحتى أولئك الرؤساء مثل داويد إيزنهاور وباراك أوباما اللذين دفعا بطرق متنوعة على خفض التزامات أمريكا وراء البحار، أصروا على الاحتفاظ بدور قيادي لأمريكا إن لم يكن دور القيادة الأولى في بناء نظام دولي يستند إلى مبادئ الديمقراطية وحرية السوق. كانت هناك الكثير من الأخطاء والتطورات التي لم يتم التنبؤ بها، والتي اختبرت الولايات المتحدة وأثارت التساؤلات حول الحكمة وراء سياستها. لكن وبشكل إجمالي، استفاد العالم كثيرا من إرشاد أمريكا ومن إرادتها الانخراط مع الحلفاء عند كل خطوة في الطريق. ويشكل الناتو والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كلها جزءاً من البناء الهندسي للأمن والتنمية العالميين الذي ساعدت الولايات المتحدة في خلقه. لكن الرئيس ترامب يضرب الآن ذلك النظام بمطرقة ضخمة، وحجته أنه إذا كان يمكن تطبيق المصطلح على مثل هذا الموقف البدائي هي أن أمريكا كانت تخسر منذ وقت طويل، وهو وضع عاكف على تصحيحه بمطالب غير قابلة للتفاوض ومواجهات بلا مسوغات. ننتقل إلى صحيفة التايمز وتقرير لتوم بارفيت من موسكو بعنوان: ثروة بوتين وأسرته تصل إلى 24 مليار دولار. ويقول بارفيت إن تحقيقا صحفيا كشف النقاب عن أحد أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يبلغ راتبه السنوي 8500 دولار في العام، بينما تبلغ ثروته 573 مليون دولار. كما أن إجمالي ثروة دائرة بوتين المقربة 24 مليار دولار. وقال الصحفيون، وهم مجموعة تطلق على نفسها مشروع التقصي عن الجريمة المنظمة والفساد، إن ميخائيل شيلوموف ابن عم بوتين يضع معظم ثروته في أسهم شركات يمتلكها أفراد الدائرة المقربة من بوتين. وعندما وجه الصحفيون السؤال لشيلوموف عن كيفية تحقيق كل هذا الثراء رغم دخله المحدود، أجاب: قد توجد عدة أسباب، دون أن يقدم تفاصيل. تقول الصحيفة إن الكرملين ينفي بصورة قاطعة امتلاك بوتين لثروة شخصية، وفي إبريل كشف أن راتبه السنوي عن عام 2016 بلغ 216 ألف دولار. كشف المستشار بديوان ولي العهد السعودي سعود القحطاني، كما جاء في صحيفة البيان، عن منح المملكة العربية السعودية الروبوت صوفيا الجواز والجنسية السعودية. ونشر القحطاني التغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قال فيها:
صوفيا أول روبوت في العالم يمنح الجنسية وجواز السفر، والجنسية والجواز سعوديان كبادرة رمزية لتبيان مستقبل مشروع نيوم. وأرفق سعود القحطاني تغريدته بمقطع فيديو للروبوت صوفيا وهي تتحدث خلال إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار، وتعلن فيه أنها لحظة تاريخية كونها أول روبوت في العالم يحصل على مواطنة دولة. يشار إلى أن الروبوت صوفيا أول روبوت يحضر جلسة في الأمم المتحدة الشهر الماضي تحت عنوان مستقبل كل شيء، التنمية المستدامة في عصر التطور التكنولوجي السريع، عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وفي صورة صدمت جمهور اللاعب العالمي ميسي، وكما أوردت صحيفة القدس العربي، هدد تنظيم الدولة الإسلامية لاعب كرة القدم العالمي بملصق دعائي انتشر سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة إعلامية تابعة للتنظيم ملصقا يظهر اللاعب ليونيل ميسي خلف القضبان باكيا، ووضعت جملة تحته: إنكم تقاتلون دولة لا تعرف الخسارة. كما قام تنظيم داعش بالتهديد بضرب مجريات كأس العالم المرتقبة بعد 7 أشهر في روسيا، وهذا ليس الملصق الأول الذي هدد فيه داعش باستهداف كأس العالم المرتقب في العاصمة الروسية موسكو، إذ أظهرت الملصقات السابقة شعار روسيا في كأس العالم منفجرا إلى جانب جملة: نحن من يختار ساحة المعركة ونار المجاهدين ستحرقك. في شهر أكتوبر من كل عام يتجهز المزارعون الغزيون لموسم البلح والرطب الذي يبدأ قطافه بعد أول تساقط للمطر، والذي يعد من المواسم المهمة في قطاع غزة، حيث يقوم بتشغيل قرابة 5000 عامل وينتج سنويا ما يزيد عن 15,000 طن، يصدر جزء منها للضفة الغربية والجزء الأكبر يذهب للاستهلاك المحلي في القطاع. نتابع الصورة المنشورة في صحيفة العرب الجديد. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.